الضو شو ما شعلش عندكم انا؟ كان اخويا الماتشات كيشعل فيهم الضو، كانت الايام الاولى كيشعلوا، دابا الضو دابا خا مؤخرا ما بقاش كيشعل الضو، قال لك الضو خاسر ما بقاش باش يخلصوا، ما عرفنا فهمناش هاد ما بقاوش باش يخلصوا ما عرفتش، ولكن كياخذوا 150 درهم الماتش، 150 درهم من الساعة الساعة في حي لالا مريم، وهذا مشروع ديال سيدنا ديال الملك، كان شنو في القابة هذا في سيدي عثمان 2015. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من عمالة مولي رشيد، من أحد ملاعب القرب اللي كتواجد في منطقة لالا مريم. دائما عمالة مولي رشيد اللي كتخلق الاستثناء في كل شيء. هذا ملعب ديال القرب 150 درهم للساعة. كيف جاتكم نتوما هاد القضية ديال 150 درهم للساعة؟ يعني تقريبا شحال من ماتش كيكون في النار؟ كيكون نصف الماتشات، سبعة ماتشات، ثلاث بجوج. الثلاث بجوج يعني سبعة سبعة مثلا، ست ماتشات في النهار، خمسة ماتشات في النهار، ضربة انت في 150 درهم عاد ضربة في جوج. قول لي يا صديقي شنو هاد القضية هادي؟ خويا هاد الملاعب هادو كانوا مدشنين في ملاعب ديال القبادة في 2015، كان مدشنهم سيدنا صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله وأيده. إذا بينا ملي كيتحل الملعب كنتفاجئوا بأن الملعب ولا دابا الفريق اللي بغى يلعب كيخلص 150 درهم. بزاف 150 شوية قاصحة، 150 درهم بزاف. بنادم أصلا مكحط. ملي كنجي نسولو المسؤولين كيقول لك أودي الشركة شدت ب 150 درهم، علاش عطيونا لهاد الشركة هادي؟ في حين باقا العمل ديال الملعب باقي ما كملش، شوف الجنبات ديال الملعب كيديرين، باقي ما كملش، باقي ما كملوش، فينا هو؟ قال لك هنا غيكون الشجار، هنا غيكون، نادو عطاو الشركة. الشركه بصيفتها حنا بغينا نعرفوا الشركه فين هي. الشركه زعما هي اللي كتنظم هذا الملعب. الشركه ما هي المسؤول على الشركه، وشكون اللي يفوض لهاد الشركه اللي يفوض لهم ياخذوا هاد التيرانات هادو باش نافعين لهاد الشركه باش 150. اذا خسرت شي حاجه مثلا يصوبوا بها بهذ 150. هو دابا الملعب تحل تقريبا، دابا راه جايه الخمس شهور باش تحل الملعب او اربع شهور. موت حتى الضو طافي، وكنجيو بالليل كنتفاجئوا كنلقاو الضو طافي، كيقول لك ما كاينش باش يخلصوا الضو. فين هو الضو؟ دابا شفت على غفله الضو ما كاينش. فهمتيني؟ كيقول لك الضو ما كاينش. حنا هاد الشركة شكون اللي يفوض ليها يعطيو للشركة؟ حيت المسؤولين ديال المقاطعة ولا ديال المبادرة؟ أو اللي في المبادرة التنمية، أو حنا المسؤول، حنا بغينا هذا المسؤول هذا يجي يشرح لينا حنايا كيفاش تتعطى التيران كنخلصوا به 150 درهم الساعة. حنا بغينا نعرفوا علاش 150 الساعة اللي غنعطيوها. وراك عارف لالا مريم راه الناس راه الله يحسن العون، راه الناس باغا المنتجات. دابا المشكلة هاد الملاعب ديال القرب داروا غير باش بنادم يتحارب هذيك الآفة ديال الحشيش الكار والدراري بقاو فين يلعبوا. قال الحمد لله ملي تحل حنا توشرنا خير، ولكن ملي كنجي نلقاو ديك 150 درهم حنا ما نعرفوا ديك 150 درهم لاش داروها، ديالاش ديالاش فين كتمشي؟ ومن المسؤول؟ من المسؤول على هذه؟ هذه راه كارثه، هذه مش غنخلصوا على 150 درهم، راه كارثه. الا ما عندكش 150 درهم ما تلعبوش. ما قلتي ما كملش في الاشغال ديالو، باقي ما كملش. ها انت كتشوف، ها انت صور صور، انت الاشغال باقي ما تكملات، شو التراب شو الزبل شو، باقي ما كملش في الاشغال ديالو التيران. 150 درهم لاش؟ علاش؟ علاش ما يجيو يسيطو شنو هما الموظفين اللي يجيو هنا يحداو لينا ولا يجيو؟ علاش؟ هذا راه مشروع ملكي، راه في 2015 دسنو سيدنا في القبادة. سمعتيني؟ حنا دابا اللي بغينا نشوفو حنايا، حنا اللي بغينا نشوفو شكون هو المسؤول اللي عطاهم هاد الشيء؟ شكون اللي خول لهم هاد الشيء؟ ما يمكنش حنايا مواطنين مواطنين سمعتيني؟ حنا مواطنين ضعفاء ما عندناش، حنا في لالا مريم. حنا بغينا نعرفو شكون صاحب هاد الشيء. شنو الثمن انتم اللي كيبان لكم معقول؟ الثمن خاصو شي تزاود 50 درهم بالنسبه للعمال اللي كيخدموا هنايا، 50 درهم في النهار كل 50 درهم للمقابله. العمال اللي كيقابل باش الواحد تاهما يعني ما تجيش شويه صعيبه ولا خاصه. نعم 50 درهم يعني كتجي شويه زوينه. علاش؟ دوك الناس اللي خدامين كتبقى لهم هذيك كيشدوها في الشهر كيقسموا بعضياتهم، الناس اللي خدامين واللي متابرين على هذا الميدان هذا. اما باش حنا غنوضوا نخلصوا 150 درهم ويجيو يدوها وما بارده؟ لا، هذا الشيء اللي كنعرفوا حنايا. راه مشروع ملكي، راه خاصو يكون دون مقابل، راه هاد سيدنا كيتهلا في الشباب وكيحارب الفساد وكيحارب كل شيء. لان هادشي باش دار النهار الاول دارت قال لك بان غيداروا ملعب ديال القرب باش يستافدوا من السكان مجانيا، لان ما بقاوش المساحات فين يلعبوا الشباب. هادشي علاش دار؟ هادشي اللي كاين دابا الثمن ديال 150 درهم ثاني كتجي شويه قاصحه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش. حنا هاد المشروع ديال المالي كما قلتي يكون واحد الثمن ديال 50 درهم زوينه. ديالاش؟ ديال دوك الناس، دوك الناس هما اللي خاصهم يتخلصوا، هما اللي خدامين هنايا 50 درهم مقابله. يصيفطوا لنا واحد الموظفين، لكن الموظفين راهم رايحين اشباح، هذوك الموظفين الاشباح اللي عايشين في فرنسا وكيتخلصوا، دوك الموظفين اللي هنا مناعس وكيتخلص. حنا هادشي كاين في البلاد ما غنكروش، كاين الموظفين اشباح،
كاينين موظفين ما كيخدموش، هادشي كنعرفوه، علاش دوك الموظفين اللي يعني عايشين في, 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 في المقاطعات ما كيجيوش، ودوك اللي في الكراجات ما كيجيوش، علاش ما يجيوش واحد جوج الناس ولا ثلاثة يجيو قابلوا لنا التيران، علاش غنخلصهم حنا 150 درهم؟ آه الناس كاع مضرة، الناس كلها مضرة، كاع الناس كتقول لك لا ديالش 150 درهم هاد. فهمتيني؟ ها انت هضر. ما كاينش الدوش هنايا. ما كاينش الدوش هنايا. الفيستير كاين تا ولا ما كاينش؟ إذا ها الكازون صافي. لا الناس مشات تعاني. والدراري مستضعفين زعما شي زعما شي خدامين ولا شي حاجة. تقول عرض المعيور كياخذ المعيور وكيما مضارب على. علاش؟ على قبل التيران. ديما مضارب ديما معاير ديما. شكون اللي غادي يعايرو؟ حاجه قبل 150 هو اللي كيبان في الصوره هذا هو مسكين حد خدام هو كيبان في الصوره يجيب شي واحد كيعطيه 60 واحد غادي لاعبين كره يعطيه 60 درهم كيقول لي راه 150 درهم انا راه ندخل لها قالوا لي كيبداو يعايروا فيه هو واحد ندخل ما عليه حتى شي حاجه ما عليه حتى شي حاجه هو والاخرين المهم داك الشيء راه مخبيه حنا هاد الشركه فينا هي حنا ما وانا شفت الشركه البانو ديال الشركه فينا هو لا كانت شركة انا خاصني نشوفو فين هي الشركات باش نخلصو ديال المبادرة ونقسمو سيدنا وسيدنا كيحارب الفساد وسيدنا بغى الانسان يطريد وبغى الانسان يدير الرياضة وبغى بزاف د الحوايج باش حنا غتجيو نتوما المسؤولين ديال المقاطعة او اللي في التنمية البشرية وتجيو تعطيو لهاد الشركة هادي تفاوضوا لها باش تسيروا باش من مبتغى وباش من طريقة غتسيطرو لنا حنا دابا هنا لا دوش لا فيستير لا والو جي لعب وسير بحالك والتيران دابا داكشي من هذا هو محسوب على ما باقي ما كاملش التيران تيران من الكراسه من السفينه كاينه في البروغرام كانوا خويا صاحبي سنين كانوا معلقين شويه ما بقاوش بانوا نهضروا واقعيين وحق الله هنا كاين النص حاقرين هاد الناس هادو وحق الله مولاي رشيد كلهوك باش انا مريم هاد التيران انا مريم هذا على شي حاجه الملاعب هادو ديال القرب بشرهم سيدنا في 2015 في القباضه في سيدي عثمان مالي المسؤول كنعاود نقولها من المسؤول الذي فوض لهذه الشركه التدبير واش كاين باك صاحبي بغينا نعرفوها واش الدور ديال رئيس المقاطعه بنعرفوها احنا ملي كنسولوا المسؤولين ملي كنسولوا المسؤولين شنو سولتوا في الوقت اللي شفت الضوء طافي عندكم انا الضوء كان شاعل حتى الا قال لك دابا كاين شي وحدين باش غادي يجاوبك تيقول لك 150 درهم باش الا خصها شي حاجه نصلحوا بها الضو ما كاينش لا الفيستير ما كاينش الدوش ما كاينش 100 درهم وكاين الفيستير خويا ما تنشوفهم اخويا حتى لشي مناسبه عاد نشوفهم ما تنشوفهمش نهائيا حتى قيامة الانتخابات عاد تيقولوا لي المسؤولين قسما بالله هاد الشركة اش دايرين؟ كاين دايم ساكنين خدامين ثلاثة الناس خدامين كيضربوا تمارين كيتخلصوا ولا ما كيتخلصوش؟ كيتخلصوا الشهرية ديالهم سمعتيني هذيك الشهرية شنو الشهرية؟ ماشي ديك الشهرية ماشي ديك الشهرية علاش انا قلت لك علاش جيت لنا 50 درهم؟ علاش جيت لنا 50 درهم؟ حيت درنا 50 درهم في واحد ست فراقي اللي هو ست فراقي واحد سميتو غيجي واحد مزيان في الشهر ديالهم ياخذوا غير هما العمال راه اش دايرين لهم والو مساكن انت هما ضاربين تمارا فابور وصافي لنا واحد الشركه هما اللي كينظفوا هما اللي كينظفوا مزيان واش الشركه هذا واحد الدري في الشركه هضر مع حسن الناس الموظفين خاص تكون عندهم بطاقه انه راه عنده انه رسمي في الجامعه او في مقاطعه المهم الشركه تكون عنده الخصوصيه ديالو كيفرض الوجود ديالو والله العظيم كيفاش تقول لها بنت ممكن تجي تتجرى على هذا الشركه اش دايره الشركه راه مصيفطه على واحد مصيفطة واحد تا هو عالم الله انا كنعرف بهدف بمسيك سالينا تا هو داير لي واحد الناس اللي شادين جمعية كانت شادة التيران كاين اللي شرا بارتما كاين اللي خدا طوموبيل جديدة يعني الناس راه مستافدين كيستافدوا من هذا واو شي حاجة كيدير هذا عيا في بارتما كيدخلوا بهذ القضية ديال المبادرة التنمية وسميتو جمعية وهادي وهادي المداخل كلها في الجيب والتيران راه قابلين للتيران كاين هاد السيد هذا ايوب كاين خالد كاين راشد والدراري هادو ثلاثه بوليداتهم راه الله يكون في العون وعندهم والديهم راه والدي مشاو هذاك السيد راه عندهم حانوت راهو امو قصو مسكين راهي راه الله يكون في العون انا خصهم يعاونوا واحد الشيء راه الناس هادو راه ما عرفناش الجبل باقي مخليين راه كان الله يلاه هاي شو هذا الجبل هذا بلاصه شنو خاص تكون تما تما راه باركين هذاك علاش مشيت شوف هذاك الجبل صور داك الجبل صور داك الجبل بغينا نعرفوا الاسبينة الثمن الثمن اللي كيدفع لهاد الماكل هنا باركين خاصني كيمشي
هنا 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 هادشي اللي صورت دابا. هذا هنا كان باركين باركين هذاك في محطوط باركين الجنابات ديالو كاين ربيع وشجر. هادشي ما شنا منه والو، شنا عاد التيران وداك الشيء راه داخل في بلا ما بلا ما لا حتى شي حاجه خارجه فلوسه ما كاين حتى شي حاجه. وهاد الفلوس هادي شوف حبيبي هاد الثمن الرمزي اللي كندفعو حنا 15 طن في كل شوط كيتلعبوا خمسة الماتشات كل ماتش في يعني كل ماتش خمسة الماتشات ب 15000 ريال الماتش يعني حسبوها سيدي حسبوها 30000 ريال 30000 ريال ضرب 30 يوم 1500 درهم النهار 4 مليون. هذه شحال من ماتش 4 مليون سيدي ولكن تقدر تفوت. لا هذا هو الثمن تخلص النار بلاش بلاش بلاش. ها واحد من 6 كيبدا الخلاص سير كان حتى ل 11 كيلو حتى ل 12 ساعه اللي كان 150 درهم كل ساعه 150 درهم. حنا غنديروا خمسه الماتشات خمسه هنا وخمسه هنا 1500 درهم في النهار ضربها في 30 يوم 1500 درهم فين كتمشي ونضربوها في الشهر في الشهر 4 مليون ونص 4 مليون ونص فين كتمشي تضرب نهار وليل والسبت والحد راه نهار كامل ودابا العطله ما حتى نهار السبت والحد راه من الصباح كلشي خلاص. حيت ملي كنشوفو هاد الثمن جيت كنمشي هاد الفلوس اللي كتمشي قال لك كتمشي للشركة وانا عارف الشركة خاصة دير انت انت خويا جيتي انت على غفلة دابا الدورة طافي الضوء هو طافي ما كاينش واحد الرسالة واحد الرسالة الله يرحم الوالدين المسؤول ديال المنطقة مولاي رشيد سيدي عثمان وكان ناشد صاحب التنمية البشرية الله يجازيكم بخير ثم الله يجازيكم بخير عاودوا النظر في هاد الكيفية وكنتمنى حتى من الاعضاء ديال مقاطعه سيدي عثمان حتى هما يتحركوا معنا حتى 150 درهم الناس صوتت عليكم باش تجيو تثابروا معاه وتفوقوا معاه وتناضلوا معاه ماشي تنجحوا وتمشيو راه المواطن اللي كيكون الضاق دابا الله يجازيكم بخير كناش جميع المناطق المعنيه عن منطقه مرشد عثمان باش يتدخلوا حنا بغينا نعرفوا 150 درهم فين كتمشي راه اللهم وين هذا منكر راه سيدنا كيحارب الفساد راه سيدنا كيحارب الفساد راه الانسان ما قدرش يتخلص حشومه الريح دابا كتلعب حدا الزباله واحد الريحه وحق الله والشمس بلا شوف شوف مولاي رشيد اي هكا كارثه في كل شيء كارثه في كل شيء دابا جاي تلعب باش تاخذ شويه الاكسجين جاي حدا من الزباله راتي هنا وحق الله بنادم بالليل تيبان لك كل شيء مريح هنا بخير او تلحق شو تفيش عندنا الدم الجو يلاه برد دابا يلاه ولا الجو ديال اللعب يلاه الناس باغيين يخرجوا يلعبوا عاد وقفوا دير لنا داك الشيء تاع الشات شي حلو الضو الضو قال لك راه الضو طافي الضو مالهم ما تفهم يلاه حياتي ديك الشهور الاولين في دقه كامله خاصهم يتصوبوا ولا تحرقوا خاصهم يتصوبوا الفلوس راه داخله دابا خدام داك الشيء دابا كيقصاص الضو لا ما عندناش بالك مزيد استاذ يدخل اجي دخل انا اللي غنجاوب على هاد الاسئله كامله اجي دخل دخل دابا انا وحنا المباشر زيد خويا 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 الله يجزيك بخير زوين الله يجزيك بخير خويا الله يجزيك بخير حنا الرساله ديالنا واضحه المسؤولين ديال منطقه مناشد العثمان هاد الشركه ما عندنا ما نديروا بها هاد الشركه كنعرفو كنعرف الساس ديالي انا كنعرف شكون هو اللي مولاد المارشي هذا مخبي هو يوم صيفط لنا شي واحد هنايا كياخذ 150 درهم سير بحالك وعطينا اتساع سير عطينا اتساع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام السي ايوبي. بالنسبه لنا اللي خدام في التيران مع الشركه بالنسبه للناس اللي كيتشكاو ب 150 درهم متفق معاهم 150 درهم قاصحه وقاصحه على كل شيء. المهم باش تعرف هاد الساكنه هذه بان كاين الكراشوي من 8 الصباح الست العشيه كراشوي كيجيبوا بوناش من الجماعه ومن المقاطعه ومن دار الشباب كيلعبوا كراشوي ومن السه كنا كنخدموا حتى ل 11 ب 150 درهم يعني باش كيخلصوا الضو باش يخسروا داك الشيء اللي ضاع من هنايا باش يخلصونا حنا منه بديك 150 درهم. الناس كيتسحب لهم بان الشركه كاينه وهميه الشركه كاينه قانونيه وحنا خدامين مع الشركه ب 150 درهم ومصادقه على العماله هي اللي مصادقه عليها يعني ملي اللي كيجيبوا لك بونات ديال الكراشوي من 8 ل 6 وما استكبد خلاص يعني الشركه راه كاينه ما كايناش وهميه. هاد الشركه حنا راه ما شفناهاش ما عرفناش. حنا دابا بالنسبه الشركه خويا الوداديه اللي كتقلبوا لها الوداديه ديال المريم ما كاين لا مقاطعه يا جماعه الوداديه اللي كتقلب. بالنسبه كيف ما قلت لك الكراشو راه كيعطيهم الوداديات في دار الشباب الكراشو من 8 الصباح 6 العشيه عندك اثنين والثلاث والخميس والجمعه. بالنسبه للاربعاء كيبدا من الوحده. من 4 ايام. اربع ايام الاربعاء كيبدا من الوحده الخلاص حتى ل 11 الليل والسبت نهار كامل والحد من الوحده ل 11 الليل.
دابا مع السكينه تشكاو على كيبقى الليل كيبقاو الليل وكيبقى الغواش، داروا عريضه وصيفطوا للدار الجماعه، والجماعه كيسدوا مع الناس ديال الشركه، ولينا كنحبسوا دابا من 6 لـ 8 من 6 لـ 8 من 6 لـ 8 ودابا الناس كيطالبوا بان الضوء كيشعل، الضوء يشعل، الضوء ان شاء الله غادي يشعل بما تحل المشكل ديال ان 150 درهم راه بزاف عليهم، يعني 100 درهم يعني بنادم غتجي عاديه و 50 درهم الاخر. اسمع يعني دابا انا راه معاهم، انا راه ولد بهذا الحي، انا راه ماشي كندير بانني باش وغريب في الامر شنو، اي فرقه كتجي كتلعب ما كتعطيكش 150 درهم اول حاجه، انت كتبقى في المشاكل. يعني ملي كيجي يعني ملي كيجي الدراري كيلعب كيجيو الدراري تسيكتو كيبغيو حتى هما يلعبوا، يقول لك حنا دربنا نلعبوا فيهم ونخلصوه، يعني كيبغي يلعب يعني ماشي 150 درهم يعني كلشي كيخلص 150 درهم، راه الا من رحم ربي فهمتي، يعني راه كيجي بنادم كيجيب لك 110 درهم 120 درهم الشركه ما غترحمكش، كاين بون باغي يقصر باغي كاين بون. وراه هادشي علاش داروا هاد الملاعب ديال القرب، هادشي علاش داروا إذا باش الواحد اخويا حتى التيرانات اللي كانوا ديال التراب راه ما بقاوش كلشي ولا بني اخويا اخويا ومول الشركه ومول الشركه وما كنعرفوش ما عمرو بان واخا انا شخصيا راني كنعرفو شخصيا ايوب راشد انا كنعرفك انا شخصيا المسؤول كنعرفو كنعرفو شخصيا ونزيدك واحد القضيه راه مسؤول في احد المقاطعات ديال الدار البيضاء هو مسؤول هو مول الشركه رانا كنعرفو مزيان من الحيث الرقم لي ولاش كيقولوا لنا وعطينا اتساع خويا اتساع خويا عطينا اتساع الله يرحم خويا. بالنسبه للاخ زور كيدوي يتكلم على هذه الشركه فين هي، الشركه وهميه شكون هو مول الشركه شكون هو هذه، حيت النهار الاول ملي فرمدان ملي تحل التيران ديال ملعب القرب ديال الفوريان ملي تحل كان حاضر فيها القايد والعام النائب ديال العام ايوب قول لي اسمح لي وكان حاضر ماشي مسؤول هذاك ماشي مسؤول تحل صح ماشي مسؤول ما كان حتى شي واحد ماشي مسؤول ماشي مسؤول هذاك هذاك خدام رمضان تحل صح ما كملش داك اللي جا مع سعاده القيد اللي كينوا على جلاله الملك محمد السادس وجات السلطه السلطه تاهما جاو نهار تحل النهار الاول هذاك ماشي مول الشركه هذاك غير عامل توا خدام توا عنده اجره شهريه جات هوايا هو اللي عطاهم كيفاش يبداو الخدمه ديالهم اما حنايا كنبغيو شكون هو مول الشركه بغينا نعرفوا حنا شكون مول الشركه بغينا نعرفوا ونشوفوا واخا انا شخصيا راه والله حتى كنعرفوا الله يهديكم وبعدين الله يهديكم والسلام عليكم ورحمه الله ماشي بنادم ما يقرا باش يبدا ياكل فينا راه حشومه راه حشومه اللي جينا نهضروا حنا تنهضروا على التيران ما هضرناش على الخدمه ما خدامينش راه بزاف الا جينا نديرو غادي نبداو نقولو في شي هضره ما كايناش ولكن كاين الله ديما نديرو بحساب القبر راه ما تيرحمش اللي جاي يتخشى بالنسبه لخويا بالنسبه للتيران ها هو التيران راه مقاد بالنسبه للدور ديال الجماعه راه ما قايمينش بالدور ديالهم اللازم كنشوفوا الاسباب حوالي 200 واحد الريحه كارهه حوالي 200 هنايا حوالي 200 هنايا في الشركه ديال النظافه كاين واحد يعني الجماعه ما كايناش ولا خرجتي قدام ليه كاين الحمير مربوطين يعني كاين واحد الحاله يرجى لها جماعه مولاي رشيد ولا عامه مولاي رشيد يعني حاله يرجى لها كارثه كارثه في طلقه وحده حسك حمار الكلاب الحمير هما مجموعين هنا شوف في هذه العماله في المدرسة تلقى الحمير والبقار والماء نتمناو خير. الفلوس ديالنا الوحيد راه مو التيرانات ديروا معنا حل 150 درهم راه بزاف ديروا 50 درهم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نوصلوا لنهاية هذا المباشر من ملعب قرب دلالة مريم بعمالة مولاي رشيد تبارك الله عليكم وناركم مبروك.